أظن اللي كان مطلوب إن نتكلم عن the treatment of neovascular macular degeneration. وحبيت تكون الليكشر شوية مختلفة بشكل إنه مش بس هديكوا كده نعمل وكده نعمل، هيكون في وقت نتكلم عن discussion و case discussion. أول حاجة هنبص على حالات نسأل فيها to treat or not to treat. انتوا عارفين قبل كمقدمة أحب أقول لكم إن حتى لو مضيق الأنوار بلحظة قبل السلايد ساعات أسألكم حاجة معلش، أنا أحب أبص على عيون أنا وأتكلم معكم. أسألكم أنا قبل ما أقول لكم أي حاجة، الـ treatment of neovascular AMD عندكم وعندنا وعند كل العالم فيها مشكلة كبيرة، هي إيه؟ أكبر مشكلة عندنا هي أفاستن مش أفاستن أو غيره يعني؟ أفاستن أو غيره؟ طيب، لكن المشكلة الأكبر هي في الـ treatment. معلش أنتوا أهلاً في الهندسة. Frequent injections. Frequent injections، ليه؟ عشان مفيش treatment حاسب. مفيش كيور. نبتدي من نقطة الصفر، شكراً دكتور جهاد. مفيش كيور. وقبل ما لازم نقول لروحنا قبل ما نقول للعيان مفيش كيور، عشان عارف العيان يجيك وعارف انه هتديه حاجه وخلاص كل حاجه هتطيب، ومش بس في مصر، كل العالم. اول حاجه اقول لهم للعيان عندي دي بانديد، هم ما يحبوش يسمعوا بانديد. انت عارف انا جراح يعني، انا اقص عليك خلاص وتطيب، لكن دي مش جراحه، بانديد. طيب اول مشكله انه عارفين مهما حصل يوم من الايام it's gonna recur، صح؟ طيب تاني مشكله عارفين انه هنستعملها مره تانيه، نستعملها قد ايه؟ انتوا شايفين الكونفيوجن ان ذا ليترشر؟ طب انا اسميهم ايه؟ ذا ان اند بي ار ان. ان يعني كم مره؟ عارفين قد ايه في كونفيوجن؟ مش بس على بعدين نعمل ايه؟ اول مره يجيك العيان عنده نيوفاسكولار اي ام دي ما فيش شك فيها، دايجنوستس سهل، هندي حقنه قبل ما بعدين نتكلم اي حقنه، لكن اي اللي اخترتوها اديته اول حقنه تعمل معاه ايه بعدين؟ نعمل له ايه للعيان؟ اديناه حقنه، انتوا بتستعملوا افاستين موستلي مظبوط؟ عندكم لوسنتس، عندكم لكن غالي؟ ايليا ما وصلش؟ يا ما وصل؟ ما وصلش، لا نتكلم عن ايليا شوي حته صغيره بعدين، لكن مهما كان الانجكشن الديسيجن ميكينج از ذا سيم. اولا هندي انجكشن نعمل ايه بعدين معاه؟ نقول له ارجع يا عم بعد قد ايه؟ 3 مانس. لا 1 مانس. نعمل بيه ايه بعد 1 مانس؟ او سي تي، برافو. يكون عندنا او سي تي من قبل اظن، ها؟ ونعمل بيها ايه؟ نشوف الاكتيفيتي في الفلويد لكن تعمل الديسيجن على او سي تي، اما في ناس يدوا حقنه مهما حصل في الاو سي تي يدوا حقنه ثانيه. تديله 3 قبل ما نوصل، خلينا مع اول حاجه 3 عشان اقول لكم ما فيش حاجه مضمونه، تظن انه كله معروف. جت منين ال 3 دي؟ عارف مش بس هنا اسمعها 3، كل امريكا لما ادي المحاضره اسال وناس يقولوا 3 تايمز، يعني يبتدي اولا يسموها لودنج دوز كانوا من زمان. جت منين؟ عندكم الساينس بتاعها؟ شايفين بحوث تبرهن انه 3 تايمز از بيتر ذان 1 تايم؟ ما فيش بحث، في انكدوتال داتا. تعرفوا يعني انكدوتال داتا الفرق بينها وبين بحث معين؟ يعني يكون عندنا 10,000 مريض ناخد منهم 5,000 نديهم 3 حقن وخمسه نديهم حقنه واحده، وبعد سنه من بعد كل حاجه ثانيه زي بعض نشوف من منهم افضل. ما فيش دراسه زي كده، صفر. في دراسات جدا تقول انه انا المرضى بتوعي اديتهم 3 حقن وبعد سنه كانوا كويسين، وحد تاني زيي ما يديش 3 حقن وكويسين، ما تقدرش تقارن بينهم. اول حاجه شيلوني من الفوكابولري بتاعكم انه 3 حقن، عايزين تدوا 3 حقن مبروك عليكم، لكن ما فيش اي ساينس بيقول 3. ماشي، دي اول مشكله. ثاني مشكله
في ناس بيدوا ايه؟ مش بس ثلاث حقن، انتوا عارفين حتى لليوم في ناس بيدوا حقن كل شهر. بالوقت المسألة قديش هتبقى قد ايه يعني الوقت؟ عشان اول شهرين. طيب حقنا كل الشهر. كمان جاب ساينس من فين؟ ده في شوية ساينس. جت من ايه؟ من all the national studies. سميهم كلهم الشلف. انكر ومارينا وكلهم 1 month. عملوها 1 month ليه؟ studies, national studies. مين عمل ال national studies؟ academics, government يما شركة الادوية. شركة الادوية. يهمهم تعطيه تديهم واحد كل سنة ولا واحد كل شهر؟ كل يوم. كل يوم لو قادرين صدقني معك حد في الجهاد. كل يوم ربما مرتين في النهار زي الأطراف. لكن بالزيادة عن كده أنتم مش عارفين عندنا الـ FDA. عارفين عن الـ FDA؟ الـ FDA صعب جدا تجتاز العواقب بتاعة الـ FDA. لكن طريقة من طرق اجتيازها إنك تبرهن إنه الـ effect is stronger than it really is. بقول لكم معايا عارفين يعني إيه؟ مثلا لو عندي أسبرين نعرف إنه الأسبرين ينفع لك قلبك 10%، إن يقدروا يوروا إنه 15% بطريقة من الطرق يبقى أفضل نخش الـ FDA فيها. لما عملوا الـ PDT، أنتوا فاكرين الـ PDT؟ عملوا full fluence، full fluence اللي نحن نستعملها. لما قعدت لما كنت أنا على البورد بتاعهم وكلمت الـ engineer اللي اخترع الـ PDT، قلت له يا حبيبي إحنا نعمل half fluence. و results are better. قال لي أنا كمان أقول لك half fluence is better. وعملت full fluence ليه؟ ال full fluence was easier to go through FDA. نفس الحاجة هنا، لو كانوا عملوا PRN والفوضى بتاعت ال PRN ما كانوش هياخدوا FDA. عملوها منتظمة كل شهر ووروا إنه منهم يتحسنوا كويس. للدراسة كان كويس، لكن مشكلتها خدناها وحطيناها إحنا نقول في real life كل يوم. مش مظبوط. يعني عندي معينين انا ماشيين كويس وكله كويس وروحوا اللي معهم فلوس في امريكا بمناطق اللي فيها تلج زي ما انا بينزلوا فلوريدا صيفي زي مصر تقريبا فلوريدا في الصيف في الشتاء بعكس الصيف احنا نروح الصيف في العزبه ان هم ينزلوا حد يعني يدي كل شهر يبقى المريضة 2040 وحالته كويسه اخر حقنتين في السنه يجيني من فلوريدا خد 5 أشهر فلوريدا 5 حقن والفيجن هاز دروبت. مفيش ساينس ان ريل لايف تو شو ذات افري مانث. طيب لما توهونا اكتر دلوقتي مش عارفين نبتدي ازاي مش عارفين نتابع ازاي يجيك حد ويقول لك بي ار ان انتوا سامعين بتريت اند اكستند يعني تدي حقنه وان كان كويس تشوفه زي ما حد قال كلينيكال هنبص عليه ما يحتاجش كويس ننتظر تنديه ده عين العقل هنتكلم عنه لكن في مشكلة فيها انت ما منتظر ايه البارامترز هما ايه وتريت ان اكستند يقول لك ان كان كويس تديه وقت اكتر وبعدين تديه حقنة مش تبص عليه تديه حقنة يعني خد شهرين خد حقنة وكان كويس بعدين من وصلها تديه بعد 4 أشهر حقنة لو كان كويس والساينس ده ايه ما فيش اي ساينس بيقول انه حقنة على السلامة أفضل من ولا حاجة. واسم من اللي هوريكم اياه هو حالات توري خطأ التفكير ده بكل المراحل اللي أنا مريت فيها عشان تعرفوا الباك جراوند. هو if I can make تفضل. This practice is more يعني applicable and useful to experts and seniors لأن you know how to judge Right. How to follow up, how to pick up criteria of recurrent. Like for younger residents, they prefer to go on a schedule in order for them to be easier to apply. Yeah. For me, I don't practice monthly injections. I follow up the patient, I follow up with vision, with OCT, and then I judge if I will give another injection, if I will wait for 3 months, and so on. But maybe this is better for us retina specialists, but for residents, I think in having a form of schedule is much easier for them to practice. Maybe معك حق في الاسسمنت لكن two problems.
اولا it's not better عشان the patient انا بوريك one and two it's not that hard to assess that's what the whole point of the lecture I hope by the time we all leave here you'll find out it's not that mysterious it's fairly simple you have to learn to read OCT and عملنا من قبل ال imaging course to show how to read OCTs وكان في احتياج نعملها مرة تانية it's rather easy to know if someone needs انا هوريكم الحالات الصعبة الصعبة عشان يبقوا الحالات العادية سهلين عليكم مش اصعب لكن you'll see several problems from practicing monthly or regular schedules there's something now they're finally admitting to it's called resistance it's not the same like antibiotic resistance عشان كده هوريكم في الالجوريثم نعمل ايه لما في resistance يعني ان كان في resistance دي another problem I did not talk about it Avastin دي اول حقنة رائع يجيك الشهر الثاني كله راح وفيجن تحسن اديته حقنة تانية حرام ما اديتوش حاجة كويس تنتظره شهر شهرين اللي هو احتاج مرة تانية تدي حقنة كمان تحسن كويس ثالث رابع مرة يجيك نفس الحاجة رجع ريكورنس تدي حقنة يجيك بعد شهر ولا حاجة ولا حاجة تعمل له ايه؟ معظم الناس في العالم يعملوا ايه؟ برافو عليك لكن a lot of people are not doing this اولا ان كنت على سكجول مش you're not gonna shift you're gonna continue to do the same ودول الاشخاص اللي يروحوا فلوريدا من عندي ياخد ستة افاستين كلهم مش هينفعوا الا في حاجه شغل حاجه واحده هتعمل يعني هيسوء الوضع عشان ايه؟ it's an immunologic reaction وهوريكم ليه immunologic reaction resistance عشان steroids can help you in resistance معناتها immunologic the more you add the more the immunologic system is going to make it worse يعني الشخص ده اللي اديته واحده افاستين ممكن بعد ست اشهر افاستين تشتغل عليه من بعد الريزيستنس اللي اديته سته ولا في ست سنين هتشتغل افاستين مره ثانيه عشان كده وي شفت اوكي it's a reaction to the immune complex of it not the VEGF عشان كده هي مش زي الانتيبايوتيك ريزيستنس مهم جدا نعرفها ماشي طيب الانوار تريت اور نوت تريت امتى ندي الحقنة وامتى ممكن مش محتاجينها هنتكلم عن مش هتشوفوها دي معلش when treatment is sweet يعني ال ال العلاج ماشي كويس جدا and when retreatment is neat يعني حتى لما نديهم مرة تانية تشتغل لكن هنتكلم كمان when treatment is not a treat يعني مش ولا بد وخاصة when treatment skips a beat يعني شوية تشتغل شوية ما تشتغلش ماشي كل الحالات دول هنبص عليهم بسرعة دول ال what I'm going to show you has been presented at Academy and ARVO and all those things based on this algorithm some of you have seen it أنا هاخد وقت أوريكم الألجوريثم الجديد لو سمحتوا لحظة عشان نبص عليها ونشوف نعمل احنا نعملها ازاي نبتدي طبعا بالاو سي تي الاو سي تي هيورينا ان كان ويت او دراي صح ان كان دراي مش هيحتاج حاجه مباشره طبعا نجيبه بعد مده ونرجع نبص عليه ده سهل لكن ان كان ويت ممكن حضرتك بس الويت يعني نشوفها ازاي في الاو سي تي انا هوريكم الاو سي تيز كلهم لكن انا اتكلم عن ان جنرال ويت بعدين نبص الحالات دول يعني في اكتيفيتي بس لما في اكتيفيتي حتى لما اقول بارشل و 15% هوريكم حالات منهم لكن عايز تفهموا الباك جراوند عشان يكون له معنى اللي نعمله احنا عندنا طبعا في تشويس بين الافاستين واللوسنتس على الاقل كان هاب اولا دلوقتي في ايديا لكن انا ما بديش في الايديا نبتدي يا اما افاستين او لوسنتس وشايفين السلاش ما بينهم ده بسيط عشان ان كان ما فيش تجاوب مع الافاستين روح لوسنتس ما فيش لوسنتس نعمل افاستين او يختار بينهم بعديها باربع اسابيع او سي تي هيكون عندنا اما دراي يعني كله نشف او بارشل ريسبونس او فول ريسبونس مظبوط ما فيش اختيارات ثانيه ان كان a good response complete response ما يحتاجش حاجه يرجع مع الدراي
يعني يرجع بعد اول مره 4 أسابيع عشان نعمل او سي تي. لكن ان كان up to 75% response او اقل هياخد مره ثانيه نفس الحقنه. ان كان استعملنا افاستين استعمل افاستين، استعملنا لوسنتس استعمل لوسنتس. الفرق ان كان في a good residual amount نقلب، يعني ان كانت تجاوب اقل من 50% مش هينفع نقلب ما ننتظرش. الناس اللي انتظرناهم خسروا نظر permanently. من بعد الـ OCT طبعا من بعد ما نديهم نفس الحاجة إن كان في تجاوب نفس الطريقة ترجع تتابع، لكن إن كان partial response نديهم IDEA دلوقتي، عندنا IDEA بعدين هي الـ IVE. كان هنا الالجوريزم القديم كان PDT مباشرة، يعني ما فيش حق أن تنفع نروح PDT. دلوقتي ان كان ما نفعوش الافاستين واللوسنتس بدلنا الاثنين وما نفعوش نستعمل ايديا. والايديا هي التراف انتوا عارفينها عنها لو ما كانتش عندكم بقى. دلوقتي اختبارنا انه حوالي 15 ل 25% من اللي ما يتجاوبوش مع the other anti-VEGF يتجاوبوا مع الايديا كويس، وحوالي 40% بيتجاوبوا partial which is not bad، يعني it's another option. Expensive option. It's an option. يحصل ايه لو وصلنا على وقت ما فيش partial response؟ طبعا ياخد نفس الحاجة. حولنا كل ال injections نروح PDT. كنا من قبل نعمل PDT with combination from the beginning. بعد في papers يطلعوا، انتوا عارفين أول مرة كنا نتكلم عن ال combination. دلوقتي ما نعملش combination right away، أعمل 1 week OCT. ويرجع الـ OCT بالالجوريزم طبعا زي اللي فوق، وكأنه ابتدينا من الأول. ليه كأنه ابتدينا من الأول؟ عشان الـ PDT modifies the membranes. So إن كان عندك resistance على أي من الـ injections ممكن يرجعوا يشتغلوا الـ injections. ده two advantages للـ PDT، يعني يديك تقريبا semi permanent result مع need منهم عشان كانوا modified by the injection. PDT unlike when we used to do PDT alone، PDT ممكن يكون نهائي أو أقل، يروح 6 أشهر سنة، يعني ما تديهوش injection تلقائيا لما نعمل OCT. وحاجة واحدة زدنا عليها هي subtenance catalog in some cases of resistance كنا كورت بتقولها steroids عشان ولقينا حتى dexamethasone أفضل عشان to modify the resistance. ماشي. We can go back to this later. بس لكن حبيت أخذكم عندكم الـ background بتاعها قبل ما نتابع. أوكي؟ طيب. الـ study اللي احنا عملناها 161 patient 24 month follow up يعني سنتين. وكانت parallel to the national study من عدا إنه ما فيش injection، كان ماشي على الألجوريزم. اللي قلنا عنه ما حدش ياخد حقنا الا ان كان في اكتيفيتي، وانا هوريكم ازاي. ب 24 شهر اون افريج خدوا 4 حقن. ودول الامبروفد ستيبل ورسن، انتم شايفين الباي من قبل مع الناشونال ستدي. دول الارقام افضل وافضل جدا مع انه الانجكشن اقل، مش عشان انا كويس، عشان that is logical. اللي نعمله logic نديهم وقت اللي يحتاجوا، ما نديهمش وقت ما يحتاجوا عشان ما يكونش عندهم resistance و results أبدا. نبتدي بالحالات دول. أنا مش عارف الفلورسين هيبان ازاي عليكم كويس ورا، لكن معلش. أول حالة دي أول visit 20-30 vision في تحت الفوفيا. ذكروا دول مش the easy cases عشان كده مش هيكون مباشر يعني direct. نعم CMV كويس، لازم هي في activity، لكن انت تبصي على الـ FA حتى بالـ OCT زي ما دكتور جهاد، احنا هنتعلم OCT افضل مما الناس يظنوا انه هو بيقدر يقرا الـ OCT، هنتعلم افضل. في definite
اكتيفيتي اون او سي تي لو انسوا الفايت على كل الاحوال مش شايفينها كويس. ديفينيت اكتيفيتي لكن مش زي الاكتيفيتي العادي. انا اقول كده ليه؟ اولا نعرف انه اكتيفيتي مش بس ديبوزيت. ليه؟ مفيش فلويد. نعم مفيش فلويد. ما فيش فلويد، في سويت فلويد، مايكرو اماونت اوف فلويد، سو في فلويد لكن مش كتير. برافو، دي اول نقطه انه في وما فيش. عارف عشان كده الكيس از نوت ستريت فورورد. حتى اوريك خاصه هنا في فلويد ماشي. لكن حاجه ثانيه مهمه هي ايه؟ في انتربشن بالار بي اي. ديسربتد ار بي اي يعني مش بس ستار. طيب بصينا على فيه، انا معتذر انه مش واضحه كويس. هناك بتلاقي انه في هايبر فلوريسنس لكن ما فيش فرانك ليكج، يعني وكانه في كورويدال نيو فاسكولار اكتيفيتي لكن كونتينت. ها اما انه ات واز فيري سمول اند فيري كرونيك ما عملتش كتير، او الممبرين حواليها كمش يعني ماسكاها. دوز ار كيسز مش عايز انه نبص على الاوسيتي وخلاص نديهم انجكشن او نديهم. انا رجعت الليترتشر باي ذا واي في حالات زي كده في الناشونال ستادي كمان كلهم خدوا انجكشنز، كلهم كوت ان كوت اتحسنوا. دي لف اي بعد سنه من دون علاج بالمناسبه. اوكي نبص على الاف اي والاو سي تي تغيروا شويه مش كده؟ تغيروا قد ايه؟ اسوأ افضل ليكج افضل. نعم ليكج شكله افضل. ايوه ولا اقول لك ليه؟ شكله اكتر. اكتر معك حق، لكن قول لي كمان از ات كونتيند اما ات از بلوري؟ حرام اسالك عشان ستيل كونتيند مظبوط؟ يعني اللي قلناه عن الممبرين ذاتس هولدنج ات. بص على الاو سي تي، الاو سي تي في مايكرو فلويد هنا، ليتل بيت اوف مايكرو فلويد هنا، لكن شايف ايه تحت الفلور؟ تحت الفوفيا. لس اكتيفيتي. ها؟ يعني لكن بتبص على الفيجن، فيجن اسوء يا اما افضل؟ اسوء. اسوء. لانه سكورنج. وفي ناس انتوا عارف بس الفيجن ويل ديسايد يمكن نديهم حقنا اما لا. يعني هنا كان هنديهم حقنا يا اما ما نديهمش حقنا. ممكن ها؟ لو رحت امريكا 50% من الدكاتره هيدوه و50 مش هيدوه. ما اديناهوش. سنتين. طبعا انا شفته اكتر من كده لكن هوريكم بس بسرعه. سنتين حصل ايه دلوقتي؟ اتس بيتر. ده لو اديناه حقن على سنه من السنه اللي فاتت للوقت على حسب طريق بعض الاشخاص 12 حقنه عشان ايه؟ يتحسن من 2040 2030 ما هو اتحسن من روحه. طيب سنتين وثلاث اشهر حصل ايه دلوقتي؟ مختلف. هديكوا هنت. ولا حاجة بقت اتس ري كونفيجرينج اتسلف مظبوط؟ يعني اخف حتى الفلويد خف من دون اي حاجه. لو اديناه حقنا كمان من سنتين كنا قلنا و 2030 ستيبل كويس الفيجن، ما هو من دون حاجه كان كويس. طيب كيس نمبر 2 تذكروا السؤال هو بسيط، ندي ولا ما نديش؟ لما جالك اول مره وشكله زي كده نديه ولا ما نديش حقنا؟ نديه. مين قال نديه؟ ما نديش. مين قال ما نديش؟ ايدين لفوق ما نديش. ما حدش معاك؟ مين هيدي؟ وكلكم هتتفرجوا ما حدش ما عندكوش خيار يا حبيبي، يا اما تدي ما تديش. يعني ما قلتش هدي يعني مش هتدي. انت هتدي ما مش هتديش. مين مع الدكتور هناك؟ ما حدش معك كمان. نعم اعمل له فولو اب. نعمل له فولو اب ليه؟ اقنعني. اما انا مش ضد الفولو اب، عملنا فولو اب للشخص اللي قبل. معك حق ان كان في شك كبير. الهيستوري بتاعه يعني هو واخد قبل كده؟ لا دي أول مرة بشوفه، ما عنديش ولا هيستوري يعني. هو السؤال ليه ما نحقنش؟ لكن ده سؤال مهم جدا.
السؤال اللي ما نحنش سؤال كويس، انت جيت متاخر وشفتش اول اول واحده وريتك سنتين ونص من ولا حقنة، والعيان عامل كويس جدا، ولو ادينا حقن كان ممكن يكون عنده ريزيستنس ويرجع للخلف. سو ابدا ما نديش ممدي مدي عشان في سبب، ده اللي ابتدينا من قبل من حضرتك تيجي. نعم نديله، اللي يقولوا ندولي يقولوا لي ليه، واللي قال ما نديش يقولوا لي ليه، عشان ما فيش فيجن ديتيريوريتد من ايه؟ ما عندناش فيجن، ده جديد، ده مش الاول، اول واحد اول مره مش انا مش شايفه ولا لحظه قبل، اول فحص، اول كشف فولو اب. طيب هو في فراجمنتيشن عالي صوتك بقى، اللي تقوله جواهر يا دكتور عادل، عالي صوتك. في فراجمنتيشن فين؟ في الار بي اي. وبعد الفراجمنتيشن شايفين ايه؟ في فلويد. الريجل في فلويد طبعا، شكرا دكتور جهاد. الريجلر ار بي اي زي كده، حتى لو ما عنديش الاف اي انا عايزكم تتعلموا تقروا الاو سي تي البي سكان، شايف دول؟ This is activity until proven otherwise. ما فيش حاجه تعمل ار بي اي زي كده. لو كان ار بي سكار ما فيش سكار زي كده. دلوقتي بص على الاف اي، اتبان لي اول لحظه وكانه هي نفسها او ار بي ديتاشمنت، صح؟ اولا ما فيش هالقد ار بي ديتاشمنت. ثانيا بص السايز، سوري السايز وال الاماونت اوف فلوريسنس از مور، ده تريتمنت ما فيش اي شك فيها. فولو اب مش هيعمل لنا حاجه. اوكي انا تذكروا قلت لكم هديكم الحالات الصعبين، معظمهم مش هيكونوا صعبين للدرجه دي، لكن هنعرف الفرق بين انتظر اخد شويه وقت عشان الفولو اب، معلش اربع اسابيع زي ما عملنا قبل، عشان ايه؟ كان الشك قليل، هنا الشك كتير. ما تحرش، واللي قاله دكتور هنا ما مديهوش ليه دلوقتي، نديه دلوقتي. اوكي لا انا الحقيقه انا ايمن انمي اوف انجكشن، بس انا بسال ليه من لا فهمت عليك، بالعكس سؤالك رائع. الدماغ اي في ال سوري معلش عشان الفايده، يعني اي مره هناك فراجمنتيشن والريجولار ار بي اي ذيس از ذا ساين اوف اكتيفيتي. اي الناس ما فيش ابدا فلويد فوقها، يكون حدث ايه؟ فلويد مع الفراجمنتيشن نعم. هي دايما الاو سي تي ريدنج ذا او سي تي از ا كومبينيشن اوف فاكتورز زي ما قلنا في الكورس. اوكي يعني قليل جدا زيك، قليل جدا انه هتلاقي حاجه واحده في الاو سي تي تديك كل المعلومات، ولما في شك خد الاف اي معاها مفيش مشكله. عشان كده هوريكم دلوقتي اف اي او سي تي، بعد شويه هوريكم او سي تي من دون اف اي. ماشي 1 month after IVL حدث ايه؟ شفت الدكتور عادل بعد شويه انتربشن بالار بي اي، لكن مش كتير، لكن اهم حاجه ايه؟ خف الفلويد والفيجن ابتدى يتحسن. نعمل بيه ايه دلوقتي؟ نعم ما سمعتش عفوا. ويت اند سي. انا ما بحبش اقول تريت اند اكستند، ويت اند سي كويس، عشان خدنا ميجر ريسبونس. لو كان partial response نديه نفس الحاجة، إن كان major response نسيبه، عندنا أربع أسابيع تانيين. وطبعا عملنا أسابيع مع أسابيع مع أسابيع، ده سنة كاملة على أول IVL. اللي يقولكوا عايزين دلوقتي بص كأنه الفيجن خف، الشهر اللي قبله أنا مش حاطط كلهم، كان لسه 2030 على إيه؟ 11 months of one injection. I have patients who have one injection 5 years with no recurrence. مش كتر، لكن زي برهن انه اولا ما تحتاجش 3 injections loading، وثانيا مش كل شهر او اي other treat and extend protocol. طيب دلوقتي حصل ايه عشان الفيجن خفت؟ الفيجن ده اوحش الفيجن ما فيش شك. طبعا رحنا من 2040، هي كانت 2030 الشهر اللي قبله، وانتم ما عندكوش دي. ليه 2080؟ ما فيش شك انه الفيجن اوحش، لكن اناتوميكلي قولوا لي اوحش افضل ذا سيم، في اكتيفيتي ما فيش اكتيفيتي. ممكن لوكس حتى ايفن بيتر.
يسلم بقك يا دكتور جنان. يا ريت كل الناس مديهم المحاضره دي يقولوها بالسهوله دي. It is even better. تحتاج شجاعه تقولها لما يكون احنا متعودين في الريتنا ان كان الفيجن خفت يعني الريتنا باظت وكانه ما فيش حاجه ثانيه في العين. عارف؟ طيب يبقى حصل ايه؟ انا معاك 100%. لاحظين ما اديتكوش الاف اي اون بيربوس. نعم؟ اناتوميكلي هيز بيتر. There's no question that better. حصل ايه؟ نعم؟ جاله كاتراك. ثانك يو. ان جنرال بنقول ايه؟ ممكن ميديا هيز. لكن اللي ضد الميديا هيز هنا ايه؟ نعم؟ صور حلوين؟ مش شرط انه ما يكونوش حلوين، انت عارف اتس ليزر لايت. يعني ان كانت الكاتراك ديفيوز هتبقى الصوره حلوه، يبقى ده بوسيبيليتي. تاني بوسيبيليتي في شويه ريتنال اتروفي، لكن عارف دول يعني ممكن تحت الار بي اي في ثانك يو. هي دي سمول سكار اولموست لايك مش ما فيناش نسميها اكزيت عشان ما نسميهمش اكزيت سب ريتنال، لكن يشبه اكزيت جنريشن فورم اوف برايت جنريشن. It's a form of deposit, يعني calcific scar. Calcification يعمل ايه؟ Shadow. شايفها؟ So it's not a genuine choroidal change. طيب حلينا الوضع ده وممكن اتروفي شويه مع حاجه ثانيه في الاتروفي اسكيميا هي ايه؟ انتوا عارفين انتي VEGF ممكن ياثر على ايه؟ The nerve. VEGF is neuroprotecting. So ممكن يكون في شوية اوبتيك اسكيميا. طيب قد ايه بقى الكالكوليتد اوبتيك كالكوليتد؟ تعرف نحسبها ولا ما نعرفش نحسبها، ما فيش حاجة زي كده. يعني ذا باد وانز نعمل لهم في اي بي، لكن الصغيرين ما كانش في اوبتيك اتروفي شايفه. حاجة في الاباطن ولا في اللسان؟ اديشن للايفكت. في ستاديز يوروا معظمهم بالانيمالز، ما فيش هيومن ستاديز امبوسيبل لانه مالتي فاكتوريال. عارف يعني انت تشوفها اكتر، يعني زي حد عنده فيري فيري باد بون ديزيز. عارف يجي حد بيمسك له ايده يعملها زي كده الطب تنكسر، لكن يجي يعمل لي ايدي زي كده مش هيحصل حاجه. ان كان حد عنده نيرف دامج من الاول وتيجي تزيد عليها انتي فيجيف الامكانيه اكتر انك تسبب ضرر من لو كان هيلثي. عشان كده ما نشوفهاش in majority of patients with healthy nerve ما نشوفش كتير disasters. نشكر كل الله. يعني انا حاجة كنت عملت اوثر زمنيه كده في البيتش جورنال 2007 على الاوبتيك نيرف اسكيميا ان اباستن انجكشن. نعم في حاجه انا حاجة ما عنديش، يعني ما كانش في داتا طويله، لكن كنت مريبورت خمس حالات منهم ثلاثه عندهم في اي بي ديلي. نعم. وعندهم فالور اللي هم كانوا اللي باينوا ان هم كانوا كلهم يونيلاترال انجكشن. نعم. وكان في فالور واضح وكان في في اي بي ديلي في ثلاث حالات. حلو. كان عندك بري انجكشن مش انا اللي حاقد بقى. كان عندك بري انجكشن باك جراوند. المشكله فيهم الحالات دول ان كان ما فيش بري انجكشن دوكيومنتيشن. يعني بس هي حاجه هو ما انا برضه قلت كده، بس هو الكنترول بتاعي كان الاذر اي. هي فيها برضه يساعد لكن دي مشكلتنا مش بس في الحالات بتاعه، ولا كل الببلش ديتا الكلينيكال دي المشكله. هو انت عملت ستادي توريت انا ما رضيتش. نعم. حصل ايه؟ ما اديناش حقنا. انت عارف في اشخاص هنا هيدوهم حقنا؟ ليه؟ عشان الفيجن خفت. ما اديناش جود اكسبلانيشن. خفت ليه؟ كاتراك مش كتير، البام واز ذا سيم. طيب البام نعم البام البام يعني بوتنشال اكيوتي ميتر تروح خلف الكاتراك. بص دلوقتي اناتوميكلي ازاي؟ هل فيجن وتحسن الفيجن ازاي؟ بس الفوبيا البيت يعني شكلها مختلف عن مختلفه. اتس اولويز جونا ريكونستراكت. عارف؟ لكن ستيل وير جيتنج 2040 فيجن. تحسن تو فولد من دون اي حاجه. لكن تحسن ازاي؟ حصل ايه؟ واحده من الحاجات اللي ما قلناهاش في الفيجن اسسمنت هي ايه؟ انه يغير. عارفين انت شايف عيان اسبوع 2080 واسبوع 2060 ومش عارف ليه؟ ممكن
اقولها مش عشان ما تحطوش تقل على الفيجن، انا دايما ببص على الفيجن، لكن ما تخلوش الفيجن يكون the only guiding force please. 16 months after IVL ما زالوا يتحسن، ببص على الفوبيا ديبرشن يا دكتور جت منين دي؟ بالظبط يعني الاركيتكشر از بينج ريدان مختلفه. عارف لو حد ادى حقنا قبل وجت الفوبيا يقول انا حسنت الار بي وتحسنت الفوبيا. دول المهازل اللي بنشوفهم بالببلش داتا اللي ما لهمش كنترول كويس واللي they mislead people. عشان كده الناس بقول لا لازم ندي كل شهر، لازم ندي كل ثلاثة شهور، لازم ندي ثلاثة في الأول. ليه؟ عشان في حد هيوريك صور زي كده وجنبيها أنا اديته إنجكشن وبص حصل إيه. أنا أوريك الصور من دون إنجكشن، نفس الصور نفس الإمبروفمنت 2030 فيجن. كيس نمبر 3 بصوا معايا. ده شخص مختلف، حد سألني قبل، أنت شايفينه قبل، ده كان جاي لي من فلوريدا، خد كذا اي في ال انجكشن، اي في ال يعني سنت نعم كل يوم انجكشن، يعني اخذ كفايته المسكين، لكن مش كتير، لا باقي منه كويس 2050 لما جاء، اخذ 3 4 اظن كان فاكر كويس، لكن كان تاه يعني ما جاش لعند حد، و 8 اشهر من بعد اخر اي في ال جالي زي كده. يبقى وضعه ايه؟ نقولهم النواب خاصة تقدر حبيبي شايفين في ار بي اي ديتاشمنت يا ما فيش؟ في كويس. بجنب الار بي اي في ايه؟ اولا لو كان في ار بي اي ديتاشمنت من دون اي حاجة ندي حقنا ما نديهوش؟ ما نديهوش، شكرا كمان، لكن في ناس يدوهم بس يدوهم، ما تدوش حقنا على ار بي اي بس، كان في ار بي اي واكتيفيتي معاها كويس، نفريكو الاكتيفيتي تكون ازاي؟ اولا تحت الار بي شايفين ايه؟ فلويد. ممكن يكون ار بي ديتاشمنت بالفلويد بس معلش، لكن الار بي نفسه ثيكند يا ما مش ثيكند، ثيكند يعني في بوسيبيليتي، لكن اللي يديك الفاينل ريزن تقول ده في اكتيفيتي هو فين؟ نعم في فلويد فين؟ نعم في فلويد ثيكنينج بالريتنا ديفيوز، ما برافو، لكن اهم من كل ده شايفين هذي؟ It's a small sensory cleft. It's a subretinal. It's not intraretinal. This is the sensory layer. Sensory layer elevated. في fluid يعني شوية لكن enough. هنا شايف how blurred it is. عشان لما يكون في activity مش هيكون نظيفة زي CSR. Okay. يعني ده نديه ولا ما نديهوش؟ ما فيش سؤال. كويس. ادينا أول IVL. جالنا بعد الشهر حصل إيه؟ intravitreous كله IV، L يعني لوسنتس، A يعني أسباستن، و E يعني IVL. حاجة تستخدمش أبلاستن أبدا؟ لا نستعمل، لكن دول سأبوا يعني، أنا استعمله تقريبا عندي 50-50. المريض بتلاحظ فرق حاجة في النتائج من الأبلاستن واللوسنتس؟ نعم. ما بحكي بتلاحظ فرق في النتائج من الأبلاستن؟ أنا ذكرتوني بعد ما نخلص أقول لكم عن الستدي، الكات ستدي والريزلتس والأفاستن والسنتس، حاجة تعجبكم. خد الاي في ال ووضعه زي كده نعمل بيه ايه؟ بس فولو اب. نعم. ويت اند سي. ويت اند سي. بوسيبيليتي. مين بيقول مين هيقدر يجي ضد الرئيس بتاعك ويقول لا؟ جالي انا. بمحبه يا دكتور جالي. لا معك حق، معك حق بقسم، لكن هي عشان كده صعب الكيس. في سبتل تشينجز انا عايزكم تشوفوها، ذاكرين وريتكم الالجوريثم وقلت ان كان اقل من 50% الريزلت، 50% لازم تستعملوا البروجرام اللي انا استعمله عشان تشوف، لكن تتعلموا تشوفها في عينك تقول ده فوق ال 50 تحت ال 50. نعملها ازاي دي؟ بص الار بي ديتاشمنت ظهرت، لكن ظهرت كافي؟ ما ظهرتش جدا، باقي فيها اكتيفيتي تحتيها غير الفلويد، في اكتيفيتي الفلويد في الفوبيا، في فلويد في فلويد، سنسوري اليفيشن تحسنت لكن مش 100%، يعني تقريبا حوالي 50%، عشان كده كان ممكن تنتظر كنت حاب، مش خطا الجواب، لكن احنا ادينا اي في ال عشان الشك اعلى، وعشان كان قبل
ماله 8 اشهر ما فيش حاجه يعني عنده كرونيك تشينجز زي ما شفت. عشان كده كان الار بي تيكند وكله. الديناميك الاي بي ال طبعا راح من انتوا فاكرين ابتدينا بال 50 30 ماينس 30 ودلوقتي في بقي قد ايه من الار بي ديتاشمنت؟ اقل من 15%. نديه ولا ما نديهوش؟ ما نديهوش، دي مش هنجادل عليها دلوقتي. هنروح لكيس مختلفه شويه. شايفين ايه هنا مختلف شويه؟ ده كمان من اللي يجوني خدين انجكشنز، لكن ده مش اخد كتير ومش غايب كتير، يعني 5 months after last IVL. كويس؟ وضعه ازاي هنا؟ فيجن رائع. هم الصورتين ديفرنت، هل ده تو سكشن؟ This is horizontal vertical. كلهم شايف الخط الاحمر، مش عارف كان باين عليكم. باين. ده جزء تحت وجزء فوق. ده هوريزونتال، شايف الخط الاحمر رايح زي كده؟ ده هوريزونتال كات، ده فيرتيكال كات، كلهم فيرتيكال هوريزونتال اللي بوريكم اياه. لكن الديسكربشن ايه؟ اسالكم اول سؤال، اكتيفيتي يس نو، بس يس نو، يس، في حد يقول نو؟ فاذا ماي لايف از ايزير معك، نشكر الله. الاكتيفيتي قلنا يس بناء على the most easy بص على الار بي ديتاشمنت هنا فلويد بسيط هنجيله، لكن عايزكم تفرقوا بين نعم ده تو كومبوننتس واحد تحت وواحد فوق. نعم لكن جايين عليها واحده واحده. شكرا. الار بي اي في ار بي ديتاشمنت، لكن ار بي ديتاشمنت عنده ثلاث اشياء ديفرنت عايزكم تشوفوا. نعم في ديبوزيت عليه ديبوزيتس كالسيفيك كرونيك زي ما قلنا. يعني ايه كرونيك؟ يعني ده ما حدثش امبارح، اما يا اما انا ما اعرفش عشان ما شفتوش قبل، يا اما لما ابتدوا يدوه كان عنده، او من الخمس اشهر اللي ما عملوش حاجه ابتدى، لكن ده مش قصه اسبوع او اسبوعين او شهر. عندنا كرونيك ار بي اي ديتاشمنت. لكن حاجه ثانيه على الكرونيك، شايف السيستيك سبيسز، يعني ليه ما نشوفش فلويد او فول اكتيفيتي؟ كمان كرونيستي، كرونيستي يحصل ايه؟ الفلويد هيصبح زي الكاتاكوم، في فلويد وفي المنبرينز حوالينهم، لما تاخد الكات هتشوف الاثنين. يعني اصعب نقول ريل اكتيف، لكن في اكتيفيتي. طيب نروح هنا، طبعا الفلويد واضح في هذه ما لهاش علاقه بال اي ام دي. في عندنا ايه هنا؟ ابيراتال ممبرين، جست هامشية. شايفين هنا حتى افضل، وشايفين بوستيريور هايلويد بارشلي ديتاشد واتاشد هنا، ده هامشي. لكن نشوف ايه هنا؟ ده باي ذا واي ده الار بي ديتاشمنت، لكن شكله زي كده ليه؟ وكانه في انخفاض بين الارتفاع. مين يقدر يقول لي ليه؟ عايزكم تفكروا جيومتري. لما نوريكم هوريزونتال كات دايما احنا بنظن انه ان كان عندي سيركل ودي هوريزونتال كات دايما هتكون زي كده. السكشن ان كانت عزت العين شويه هيكون السكشن مش بيربنديكولر تو ذا سفير. يعني جايب ايه نسميها ايه تنجنشال كات. انت خد كوره وقصها تنجنشال، مش هتبان كدوم، هتبان كارك. وعشان كده الار بي هتبان وكانها نزلت مش كانها طالعه من هناك. سو دي صوره قليل هتشوفوها، ده خطا تكنولوجي. لكن هي نفسها دي غريب طبعا. وتقول لكم في فلويد وفي فايبروسيس، لكن هنا تشوف ايه كمان؟ فلويد مش تمام. شايفين حاجه؟ It's a combination of a thickened macula and atrophic fovea. مش هتشوفوا منها كتير دي. وعارف شايفينها كويس ليه؟ عشان هي تنجنشن. يعني الخطا هنا ينفعنا. لو كانت الكات ريل بيربنديكولار انتوا هتشوفوا زي الحالات اللي وريتكم قبل، الفوفيال ديبرشن زايده يعني فوفيال اتروفي. لكن في ماكيولر ثيكنينج زي ما شايفين كله. لما نقصها سايد ويز هتبان وكانه ذا فوفيا ثيكن لكن ثين. معايا؟ ده كله ساينز اوف وات؟
يس ذا دوكتور. ليه ما نقولش ان ده ار بي اي تير اور بي بي بروفايدر؟ ليش ما نقولش انه ار بي اي تير؟ جود كويستشن. سببين ما نقولش ار بي اي تير. مين عايز يساعدني قبل ما ادافع عن نفسي؟ الكونتينوس. الكونتينوس ما فيش مكان واضح التير. ثانيا هنا لو كنت تقول ممكن جت ذا تير ممكن معلش اقول لك تيجي هنا it's completely this is the vertical one and this is clear. يعني صعب جدا يكون في تير اصغر من 22 clock hours. مش هيقدر يكون حتى الار بي تير زي ما عارفين 180 على الاقل ويل ريفلكتد. لو كان ابتدى هيبتدي كمان على الاقل 100 120 ديجري واقل من كده لو كان موجود ما مش مشكله عشان it didn't flip. معلش طيب دول all signs of chronicity. يعني لازم يقولوا لنا انه نتوقع different responses. ادينا ال IVL one month after the IVL حتى ايه في الاركيتكتشر؟ الار بي تشمل يتحسن؟ الار بي تشمل تقريبا راحت مظبوط. باقي منها ايه هنا؟ انا اديتكم هنت اب. بصوا الريتينال ثيكنس هنا لو جبنا الماشين تقيس الريتينال ثيكنس هتديني تقريبا ثيكنس قد ايه هنا لو عندي بس الكات دي؟ نعم 200 وحاجه وهنا 400 500 وحاجه مظبوط. طب وين هالمظبوطه وازاي هتكون عفوا ازاي هي قد كده هنا وقد كده هنا ممكن تنجنشال كات. شكرا يا دكتور عندي ناكل انتوا عارفين ان كان اثنين زي كده. طيب ونصدق منهم مين من يصدق اكتر؟ انتوا عارفين النمبر اللي هديك الماشين هي قد ايه هتكون؟ 350. 350 نقدر ناخدها نرميها في الزباله. ليه؟ عشان واحده من الاثنين دول مظبوطه والثانيه خطأ. انها منها المظبوطه. ليه مين انت؟ لا مش خاص فيرتيكال هوريزونتال اللي تحت اللي اصغر يما اللي اكبر وليه؟ لانه الجيومتري ده ما لوش علاقه في الاوفثالمولوجي. ليه؟ مش ممكن تغلط في الفيرتيكال في البربنديكولر هتغلط في الاكثر مش في الاقل. اوكي؟ معناتها الاقل هي مظبوطه. يعني نبص على دي ونقول ده الريسبونس نديه ولا ما نديهوش؟ ما نديهوش. براوي انا ممكن انهي الليكشر دلوقتي خلاص. نبتدي 3 months after last IVL كان ماشي 2050 حصل ايه دلوقتي؟ نعم في اكتيفيتي ثاني فيها اكتيفيتي ثاني مش هناخد وقت اكتر خلاص بقيتوا تعرفوا هنعمل ايه. يعني نديهم ادينا الاي في دلوقتي الاي في لازم يتحسن مش كده؟ زي ما اتحسن قبل. طيب 1 month later حصل ايه؟ رجع لورا. عفوا وانا اوريكم حاجه ترجع لورا ليه؟ ما انا مش عايز اوريكم الحاجات الكويسه مش كده؟ ابتدى انتوا عارفين ما رجعش كتير لورا لكن رجع شويه. يعني ابتدينا ايه؟ بدينا انه مش هيتابع معانا. ده لو اديناه 10 حقن تانيين هيحصل ايه؟ اي بي ال ولا حاجه. ده لو ما كنتش اديته افاستن من قبل او مش اخد افاستن من قبل هديه افاستن دلوقتي. ناخد افاستن ادي ايه؟ اي بي ال. اوكي؟ وان كله ما نفع نعمل زي ما قلنا في البي دي تي. طيب رائع. وان تريتمنت سكيبس بيت يعني بصوا هنا ما واضح جدا انه طبعا هنعالج رايت مالوش نافع نتكلم اكتر عنه. هاي ممكن تقولوا بس عشان الناس تتابع ايه لا يعني الساينس والاكتيفيتي عشان بس الناس تبقى متابعه ساينس عفوا ساينس دول نفس الساينس لكن اكبر. ار بي ديتاشمنت اندوليتد يعني منتهيه من هنا ومنتهيه هنا. الريجولر ساينس اللي قال عنهم دكتور عادل فلويد اند اكتيفيتي اندر ذا ار بي اي very big cyst in the fovea and fluid all over the retina. كويس؟ اوكي. ادينا باي ذا واي دكتور انت سالت عن حضرتك سالت عن الاي في ال. الاستادي دي انعملت
كانت الافاستين بعد مش موافقين عليها ال FDA، يعني ما كانش نقدر نعمل ستدي فيها افاستين قبل ما يعني كانت كل الانيشال تريتمنت كلهم اي في ال، لكن نفسها عندنا واحده مماثله ليها دلوقتي الافاستين نفس الحاجه. لكن هو حتى ال FDA ابروف الافاستين فور مش ابروف، لكن بعد الكات ستدي ما عادش عندنا ميديكال ليجل بروبلم نعمل ستدي فيها افاستين من دون موافقه منه. بس بصراحه انا اشتكيت حاجه للرئيس ال FDA، لان هنا كان اليوز فظيع جدا وكانت بايلاترال انجكشنز، وكان فهو قال لي انها احنا مالناش دعوه دي، ما لهمش دعوه، لكن كان عندنا ميديكال ليجل يعني مشكله مع المحامين اكتر من مشكله مع ال FDA. انتوا عندكم جدا اقل من دي، واحده من الحاجات الافضل عندكم. لا حاجه كان في فتره حضرتك الانجكشنز زي البونبوني كده، كان حاجه يعني ما كنتش حاسس، كان اي حد معدي بياخد اصلا انجكشن طبعا البونبون، فالموضوع كان يعني خدها قبل الاكل ما بعدها بالظبط كده. كان الموضوع بديت اشوف حالات كتيره فيها يعني فيها ديسكريبنسي ما بين ال انجكتد وان انجكتد سايت، الانجكتد سايت بعد حقنه واتنين بلاير اوبتيك نيرف بتاعه وايت صح. يعني شكرا للتعريف ده عشان ده مهم كل الناس هنا المواقف خاصه يعرفوا انه مش فيها ثمن، لها ثمن مش الفلوس الانجكشن. عشان كده لما يحتاج اديه من فضلك اديه ما تبخلش عليه، لكن لما في شك نعرف ما نفيش. طيب معايا يا احبه اي في ال حصل ايه هنا؟ نعم حسن. طيب نديه بعد ولا ما نديهوش؟ عفوا حسن كفايه يا اما كومبليتلي يا اما ايه؟ مش كومبليتلي، عندنا ريزيديو، ريزيديو اكتر يما اقل من 30%؟ اكتر ليه؟ فين؟ بص انت لازم تقيس على كان ايه؟ كان ايه؟ دي المهم، عشان لو بصيت على الدي من دون البري تقول اه في اكتيفيتي كافي لازم اشتغل عليه، لكن لما تبص بمنظار الحاجه دي احنا نقول بس برسنتج اقل ولا اكتر من 30% باقي؟ اقل، لكل الجواب يقول ما تديهوش. احيانا يطلع خطا، لكن البروتوكول بروتوكول عارف؟ ما تديهن ما خدش واحده. الفيجن is better or worse؟ وفسروا لي ليه الاناتومي ما فيش شك عندكم انه رجع للخلف مظبوط؟ طيب وازاي الفيجن افضل؟ مين يعرف؟ يعني السيستويد ماكرو رجعت لا بالنسبة لأول أول مرة بعده أفضل، لكن نسبة للنص أسوأ، يعني ما فيش شك إنه في ريكيرنس، حصل ريكيرنس at one point between visit 2 and visit 3 معايا؟ لكن vision 2025 variability in inter-visit variability صح، واحد، اثنين حتى الـ variability still not explainable، أنا أتوقع لازم يكون الـ appearance ده 2040 2050 ولو مظبوط الكريتيكال اريا اوف ذا فوبيا مش انفولفد ممكن حاجه مهمه جدا عايزكم تعرفوها فيجن اند اناتومي دونت جو هاند ان هاند الفيجن واللاج اولويز لاج بيهايند اناتومي ان كان جود يا ما باد يعني الريتنا كانت مبسوطه انتوا عارفين بالاي في ال ريسبونس اب والفيجن ابتدى يتحسن ويتحسن ويتحسن وصلنا وقت ابتدت تزيد صح؟ ما وصلش الفوبيا وي ديد نوت نوك اوت ذا فوبيا يت عشان كده هي والاناتومي از جيتنج ورس الفيجن ده الشخص لو ما جبتهوش بعد اربع اسابيع خليته يبقى في البيت قول له حبيبي لما عينك تبدا تدهور اتصل بيا هيجيكوا ايه؟ زي ما كان 2080 وفل عشان كده ما تفتكروش على الفيجن as a final use the vision بس not as a final وخاصة in the time lag دايما قبلوا بالتايم لاج يعني أنا جايين الناس فرحانين وأنا الحقنة اللي اديتني إياها رائعة أنا نظري أفضل جدا ويا إما يعني we measure the vision it's good أو حتى we measure vision it's bad بس كل الوقت كان أفضل عشان إيه كان في short term response ده مش recurrence ده short term response كمان لازم نعرفها دول يتحسنوا مع نفس العلاج ولو بانوا وكأنه في recurrence يعني فرقوا ما بين no response
شورت ريسبونس وريكيرنس. ما نقدرش نتكلم عن ريكيرنس غير حاجات زي كده اللي هي ترو ريسبونس اولا وبعدين ريكيرنس. ماشي؟ اوه سوري. نعم. لا دول انواع هنعمل الدسكشن. انا وريتكم الكيسز دي بقى مدينا اقول لك عنها ببساطه. الفولو اب از اولويز او سي تي فقط الا اذا كان عندي اي شك. يعني انا بخيل في الفلوريسين لكن مش على الشك. ليه؟ الفلوريسين مش هيديني اي حاجه عايزها ان كان قدرت اقرر 100% في مخي انه اكتيفيتي نو اكتيفيتي 80% ريسبونس 20% ريسبونس. الفلوريسين مش هيزيد وياخد منها. لكن امتى اخد فلوريسين؟ انا وريتكم حالات تبص على الاو سي تي وتقول لما نديه ولا ما نديهوش؟ طلعت يا ما طلعتش؟ في اكتيفيتي ما فيش اكتيفيتي؟ ده كبسول يا ما ده ليكج؟ عارف؟ ولما انا مش عارف 100% اخد اف اي. وعندي طبعا بيس لاين اقارن عليها مش مشكله. يعني معظم مرضاي اقول لك مثلا كل يوم احنا نعمل حوالي 30 ل 40 او سي تي، بنعمل 4 أو 5 فلوريسين. طبعا لو كان عايز الفلوس نعمل لهم كلهم فلوريسين مع اي حد، لكن مش مظبوط مش مظبوط. اوكي؟ طبعا اللي قاله دكتور جهاد في الاب الاول مهم جدا. كل حد في خبرته مختلف. يعني ما بين ما تبني خبره على الاو سي تي ان كان تحتاج الاف اي عشان تعالج المريض افضل، من فضلك خد اف اي. لو عايز تاخد له اي حاجه تاخدها عشان يساعدك تعمل قرار سليم بناء على هو يحتاج ما يحتاجش الانجكشن عشان ما يصيرش فينا حاجات مختلفه بالانجكشن، خد بايديك اللي انت مرتاح له. انا بحب انه توصل له يوصل له كل حد انك ترتاح 99% من الحالات في الاو سي تي، تقدر تعمل قرار بناء على الاو سي تي من دون الاف اي. لكن احتاجت الاف اي خدها. وان كانت 60% معاك 60% وماله. معلش انا وعدتكم، عارف رحنا فوق الوقت، لكن وعدتكم عن الكات ستدي. انتوا عارفين عن الكات ستدي. مهزله الكات ستدي هي التالي، يعني لازم تفهموا الباك جراوند. وانا معظمكم عارفينها طبعا. ابتدينا كل الانجكشنز بايه؟ بالافاستين. الافاستين از كانسر ميديسن زي ما انتوا عارفين، ما لهاش علاقه في الايوه. لما ابتدت تشتغل في العيون طبعا اتفتحت ازون الفلوس. نعمل حاجه اوفثالمولوجي ريليتد دي عشان انتوا عارفين ان احنا مسموح لينا نستعمل ادويه في امريكا مع كل الاف دي اي. لو في مثلا دواء للكبد ونظن انه ينفع للودن نقدر نديه للودن، لكن مش كاكسبيرمنتال. نديه عشان نظن انه يساعد. عشان كده نستعمل كاتاكور. انتوا عارفين ما فيش اي دراسات اف دي اي ابروفل للكاتاكورد في العين او في الدماغ. عملوها كاتاكورد حاجه ثانيه مختلفه جدا من المفاصل، ودلوقتي استعملها في كل الجسم عشان عندنا اللوب هول في القانون. عندنا يقول فيك تعملها. خدنا الافاستين واستعملناها مع كانسر ميديسين. قالوا لا هنعمل واحده اوفثالمولوجي. قالوا لوسنتس. لوسنتس از كازن. الفرق بين الافاستين ولوسنتس ايه؟ نعم. حاجة في الكيمستري سي اتش سي. بس الليكيد بلانس. لا مش مظبوط. مولاكيولار ويت. مولاكيولار ويت صح. الاثنين سيلكتيف. مش واحد فيهم بس هو السبيكترم بتاعهم مختلف. السبيكترم يعني هما يروحوا نفس الممبرين. لكن الفرق فيهم الافاستين از ا بيج مولكيول. لوسنتس از سمول مولكيول. اوكي. Solubility is about the same. الاثنين active proteins. يعني عندنا مشكلة إن حطيتها عشان كده تحطوها في التباكة. مختلفة عن مثلا كيتاكورد تحطوه السنة. حاطين عليه expiration date كده مفيش expiration. لكن ده يبوظ. يومين خارج التباكة خلاص باظ. من الحالة دي كل حاجة نفس الحاجة من عدد المولكيولر سايز تقريبا. طبعا الفاينل اكشن فيها اختلاف صغير. ودول الاشياء اللي يشكلوا الفرق ما بين الاثنين. لكن في النهايه لقينا في انه
الطريقه الوحيده نعرف هي مين افضل منه. انتوا عارفين الاستديز اللي حدثوا، لوسنتس عندها استدي كبيره وكل الناس يقارنوا عليها، افاستن كله كيس كولكشنز مني وزي، ما نقدرش نقارن الاثنين على بعض. عملنا احنا الجامعه عندنا عملنا حاجه اسمها ميتا اناليسيس، خدنا كل حاجه وجمعناها عشان نشوف. طبعا متساويين، متساويين بايه؟ بالسراء والضراء. الاثنين يدوكوا ايه؟ 65% improvement or stabilization. Right? ان بصيتوا على كل studies somehow they always about the same. 35 منهم يحصل ايه؟ حاجتين. حوالي نصهم partial response. والنص الثاني ايه؟ no response. ولا حاجه، هيسوء وضعهم ودول اللي بياخدوا الباد فيجن. طيب ما الاثنين زي بعض في الحالتين دول. لكن الفرق انه مش اوفرلاب، يعني اخذت حد مش يتجاوب مع اللوسنتس ممكن يتجاوب مع الافاستن، وحد يتجاوب مع الافاستن ما يتجاوبش مع اللوسنتس. سو سالنا بدل ما ننتصر واحد، يعني منهم خدوا 21 حقنه افاستن وبعدين لقينا مش هيتحسنوا وساووا ادوهم لوسنتس يتحسن، او 21 لوسنتس وبعدين افاستن يتحسن. طب مش حرام ما نعرفش من الاول؟ نبتدي بايه؟ اكتر مشكله عندي انتم ما عندكوش مشكله قدنا عشان افاستن، افاستن عايز افاستن يا ما افاستن، انا اقول عايز افاستن لوسنتس يا مايليا دلوقتي مجبر، عارف؟ هنا تقول له افاستن يا ما افاستن يقوم يختار افاستن. لكن عندي مشكلتي انا اقول له افاستن او لوسنتس او ايليا ليه؟ انا بدي لكم على ايليا مختلف لايليا، خليها بين الافاستن والبسنسس. ما فيش عندي اي حاجه ساينتفك ابني عليها غير صغيره ما فيش عليها ساينس. ان كانت الليجن ديب ان ريتنا، يعني انتوا عارفين الار بي اي هنا معظم الحالات هي طبعا اندر ذا ار بي اي، فيري فيو اكسبشنز سبيشلي كوليكوي على الار بي اي اند ابوف. لما يكون ديب اندر ذا ار بي اي نتوقع لوسنتس يما الافاستن يشتغل افضل ثيوريتيكلي، مش معناته لوسنتس اتس جونا بنتريت. عندك كرونيك وبنص الدرب بنص الطريق مين هيشتغل افضل؟ لا في الافاستن هيبقى في الفيتريس اكتر، ده مبرهن عشان اتس بيجر مولكيول. نرجع لنفس الفكره، عارفه وكان سوبرفيشال، يعني عندك تو ريزنز تستعملي افاستن. سوبرفيشال يبقى هيكون وصل له اكيد ما فيش مشكله البنتريشن، وثانيا هيبقى اكتر، يعني بس الافضل. غير ده ما عندناش حاجه ثانيه نغير فيها، يعني 90% من الحالات مش هيكون عندنا سبب نقرر الوحده الثانيه. هنا جماعه الدراجز، يعني لما كنت على البورد بتاع الاثنين الشركات قلنا مع غير اشخاص تعالوا يا حبيبي انتوا واعملوا لنا دراسه عشان نعرف. انا وديتهم 12 فاكتور عشان لازم يكون مالتي فاكتوري نعرف. كل حد يجينا نحط 12 فاكتور في الكمبيوتر ويدينا افاستن افضل لوسنتس افضل بناء على الفولو اب. لا مش هنعملها. ليه؟ هتكلف فلوس لكن ما يجيناش حاجه منها. ما هم النوفارتس عندنا اللي يبيعوا لوسنتس هم اصحاب الافاستن، عارف؟ مش عايزين يبيعوا افاستن. يعني تبيع افاستن ب 5 دولارات ما تبيع لوسنتس. لما عملت الريبورت ده حضرتك بعت لي حد من بره جالي قابلني في قال لي انت هاي، قلت له انا ماليش اي دعوه بمساله الكوميرشال، انا بريبورت بس الكيس. ماشي. فاذا مش دلوقتي كان من اب احنا كاطباء، يعني خاصه البروفيسورز في يونيفرستي بتروح الحكومه تطلب فلوس عشان تعمل ريسيرش كده. اه حبيبي خد اللي انت عايزه. دلوقتي مفيش فلوس كافيه، الحكومه ما كانتش مهتمه، يعني ما فيش غير بقى الدراجز، الدراج كومبانيز يدونا فلوس نعمل دراسات. الدراسه دي دراج كومبانيز دفعوا علينا، معلش دي كويس عشان، لكن الدراسه اللي احنا عايزين نعملها افاستن لوسنتس مفيش. بقيت الحكومه، ليه الحكومه انتوا عارفين عملت الدراسه دي صرفت 10 مليون دولار عليها؟ عشان توفر فلوس عشان يوري افاستن كويس، يعني داخلكم يستعملوا 5 دولارات بدل 2000 دولار بير بيرسون. انت عارف اللي يدي كل شهر ميديكير بيشنت كل شهر، يعني هيعيش 15 سنه. عامل حساباتك، يعني يكلف الحكومه بيحن كل شهر
بيمينهم يحقنوا كل شهر. كل شهر. لوسانتس كل شهر. كل شهر. كل شهر. يعني ما بين ما يعيش من الستين للثمانين تنكسر الخزينة. وعشان كده انكسر. ده ممكن يعني. بعد ندفع 10 مليون دولار مرة ولا 20 مرة. عملوا الدراسة لكن دراسة سيئة جدا. الدراسة مش عشان حاجة ساينتفك. عشان بس يوروا ما بس. عملوها ايه؟ حاجة نسميها نون انفيريوريتي. يعني ان كان عندك ستاندرد توري انه ده مش 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 منه ابدا ده كويس عشانك. اللي قلت لهم لما عملنا ستدي ورونا الديزاين قبل قلت لهم انا هقول هديكم الريزلتس قبل ما تعملوه. They're gonna be equal. ما عارفين هيكون 65% will improve و 35% will not respond partially 17% قال طب احنا برهن ايه؟ اعملوها الدراسه عشان نعرف نبتدي بمين؟ ما فيش. عملوها طبعا كل الناس اللي كانوا في الاجتماع قالوا الريزلتس قبل ما يتصلوا طلعوا نفس الريزلتس. تعلمنا ايه من الكات ستدي؟ ولا حاجه. فتسالني دلوقتي اقرر بين افاستا ولوسانتس دي ازاي؟ فزر فزر. خلاص يبقى البرايس هو البرايس. لا اديتكم الحالات المعينه اللي ممكن تفكر انه لا هبتدي بدي او ابتدي بدي دول كويسين. لكن حتى الحاجات دول مش مبرهنين. ما تقدرش تبرهنهم في استدي صغير عايز مالتي فاكتوريال استدي. طيب اي سؤال تاني انا تعبتكم فطنتني اكلمك عن بي تي. خليك متذكر سؤال عشان حضرتك فرق بين الافاستنس والليوسينس. فرق ما بين الافاستنس والليوسينس ثيوريتيكلي افهم الفرق بين ثيوريتيكلي. احنا مش عارفين الريل بنتريشن ما بينهم. الاستدي الوحيده اللي نعرفها انه الافاستين ستايز لونجر ان ذا فيتريس دي مبرهنه ودكتوره في مايو عملتها عربيه هي عملت استدي على انيمالز ودي مبرهنه. لكن ما فيش حاجه ثانيه مبرهنه. وما زال ذكرتها قلت لكم الفرق بين ايديا تسمعوا عنها التراب. The only difference لأنه it's different mechanism. نتوقع أنه تشتغل شوية مختلف أحيانا. Results ما فيش results كافي دلوقتي نعرف. أولا مش حياتنا نعرف نبتدي بإيه عشان نفس المشكلة ما نعرفش. ثانيا as a salvage أنا استعملها الأيليا دلوقتي as a salvage. يعني إن كان ما اشتغلوش الاثنين نروح الأيليا. ما استعملش الأيليا من الأول عشان ما عندناش خبرة كافية فيه. PDT. PDT ابتدت طبعا the only treatment. اول اعتراض كان لينا على البي دي تي انه ده مش بيرمننت سوليوشن. لا لا ده بيرمننت سوليوشن. انا عملنا الاكاديمي برزنتيشن ذي تشود مي اب يعني كانه انا عدو الطب عارف. طبعا بعد سنه سنتين كلهم صاروا يقولوا مش بيرمننت ماشي. ورحنا للفارماكولوجي وحكوا الناس انه خلاص ما فيش دور للبي دي تي كمان مش مظبوط. عملنا ستاديز بتاعه الكومبينيشن ورينا انه في وجود للكومبينيشن يساعد. دلوقتي في ناس يعملوا كومبينيشن الاول مش مظبوط. كمان الشركات ما حبوهاش كانوا عايزين انه نبرهن انه الكومبينيشن از جود ستارت. كومبينيشن سالفج ستدي يعني ان ما مشيش اي حاجه تقدر نروح كنا نعمل كومبينيشن زي ما وريتكم دايما لما ما يمشوش الحق. دلوقتي لقيت انه افضل بعد حتى افضل نعمل البي دي تي. بص بعد اسبوع ان كان في ريزيدوال اكتيفيتي جيف ان انجكشن. ما فيش ريزيدوال اكتيفيتي فولو اب لحد ما يصير ريزيدوال اكتيفيتي. منعتش البي دي تي ساعتها خلاص الممبرينز هاف بين موديفايد الانجكشن هاز ا بيتر تشانس تو ورك كويس.